انا هقول لكم بمنتهى الصراحه، انا في البدايه ما كنتش متحمس على الاطلاق لبطوله كاس العرب وخصوصا في التوقيت ده، ولما جت قلت طب هي فرصه لمنتخب مصر يبقى عنده بطوله مجمعه، مستر كيروش عنده مساحه اكتر يشتغل مع المنتخب، ناخدها كده كايه احتكاك وتحضير لبطوله امم افريقيا، ومن بعدها الاهم بالنسبه لنا هو كاس العالم. لكن انا الحقيقه النهارده في منتهى السعاده لسببين. اولا الكرنفال العربي، بعيدا عن الكوره والمنافسه واللقب والبطوله والاحتكاك وكل الكلام ده، انا مبسوط قوي بالمظهر المشرف اللي ظهرت عليه الكره العربيه، الصوره التابلو الرائع، الملاعب، التنظيم، الحضور الجماهيري، الرقي في التشجيع، الحاله اللي ما بنشوفهاش غير في المونديال بس بنكهه عربيه، دي بالنسبه لي واحده من المكاسب الكبيره جدا. ويزيد على ده اداء المنتخب المصري اللي الى حد كبير استعاد جزء عظيم جدا من هويته، من شخصيته، من حالته، من روحه، من شخصيته، ظهرت بشكل كبير اعتقد متفقين في مباراه الجزائر. المهم نبني على ده ونحافظ على ده، وان كان ليا ان انا اطلب فاطلب الحقيقه ان البطوله دي تقام باستمرار وتحظى بنفس اهتمام الفيفا، مش بس عشان هي بطوله تحضيريه او تجريبيه لكاس العالم، لكن انا شايف ان الحاله اللي اتقدمت دي على مستوى العالم كله تستحق انها تبقى موجوده على الاقل كل فتره. هنتكلم على البطوله العربيه، هنتكلم على طبعا تشامبيونز ليج، جوله امبارح واللي حسم التاهل عدد كبير من ابطال المرشحين، وعندنا جوله النهارده مش هقول عليها ناريه لكن فيها مباراه في منتهى الاهميه، مباراه منتظره طبعا لكل عشاق الكوره، هتجمع بين بايرن ميونخ وبين البارسا، لقاء جزء يغلب عليه الطابع الثأري وجزء طبعا فرصه برشلونه الاخيره في البقاء في بطوله الشامبيونز ليج. بيشرفنا طبعا محللي الكره العالميه اللي بنستمتع بيهم في السادسه كل يوم اربع، فاروق عصام. مساء الخير يا فاروق. مساء الخير يا احمد، سعيد ان انا معاك النهارده. اهلا بيك ومبروك الحقيقه العرض القوي لمنتخب مصر امبارح. فعلا عرض قوي وشرفنا كلنا يعني. صحيح، وشرفنا كمان نادر شبانه. مساء الخير يا نادر. مساء النور يا احمد، منور الدنيا حبيبي. نور، مبسوط امبارح من مصر قدام الجزائر؟ اكيد. بنسبه كام في الميه؟ يعني بنسبه 80%. صحيح، مباراه الحقيقه ولا اروع، هنتكلم عليها. وبما ان احنا بدانا الكلام خلينا نبتدي الاول بالبطوله العربيه، بما انها الحدث اللي يهمنا اكتر كمصريين طبعا، وخصوصا بعد تالق المنتخب المصري. هبتدي معاك نادر، ازاي شفت اداء المنتخب المصري وايه اهم مكاسب المباراه اللي حققتها مصر امبارح من التعادل قدام الجزائر؟ خلينا نبدا من حيث ما انت انتهيت، من ناحيه ان احنا استعدنا شخصيه وشخصيه في الملعب وشخصيه والروح القتاليه للعيبه والجرينتا اللي كانت موجوده عليهم كلهم. كنا بنشوف اللاعب لما بيضيع فرصه او لما اللاعب بياخد انذار او لما كان لاعب بالكوره كانت بتطول عليه، بتلاقي في جرينتا وحمية عند المنتخب كنا مفتقدينها الفتره اللي فاتت. تعال نرجع للهدف اللي سجله منتخب مصر من بدايته اصلا. اكرم توفيق الكوره كانت فين؟ الكوره كانت ميته. ايوه، بيروح بيحيي الكوره بعد، رغم ان هو كان بعيد عن الكوره بمسافه مش قليله، راح بيحيي الكوره، بتطلع ركنيه، الركنيه دي بتتلعب، بناخد منها ضربه جزاء، بنسجل منها هدف التعادل. اللعيبه بشكل عام كان ظاهر عليهم الروح والاصرار على مدار ال 90 دقيقه. قد يكون عندي بعض التعليقات الفنيه، مش عايز يعني اخسف بالانتصار اللي حققناه، بس كان هو احساسه انه هو مش انتصار، هو تعادل يعني وصداره، بس احساسك امبارح انك راضي وكما لو ان الفريق فاز في المباراه. فوزنا بالانذارات يعني احنا الافضل من ناحيه اللعب النظيف. بس اللي انا عايز اتكلم فيه هي فكره ان الاوفر كوتشنج عند كيروش المفروض يعني يهدى شويه. يعني احنا شفنا شريف لما اتنقل مهاجم ومروان طلع ولعب بالتشكيل الطبيعي. أيوه. وبالطريقه الطبيعيه يعني اللي اتكلمنا فيها بالطبيعي. المره اللي فاتت لا ما بتداش بالطبيعي، لا ما اعتقدش عايز يبتدي بالطبيعي، مش عايز يبتدي بالطبيعي. يعني غريبه بالنسبه لي. ده الحاجه الوحيده اللي انا كان عندي عليها تعقيب، ولكن قدر يعالج ده من خلال الشوط الثاني. التغييرات كانت مكان الاصابات اللي حصلت في الشوط الاول. احمد ياسين خامه مبشره جدا، مش عايزين نكبر الموضوع ونافور ان احنا شايفين لاعب مختلف، بس هو فعلا هو لاعب كويس، لاعب كبدايات مبشره، بوتنشال كويس وعنده ثقه في نفسه. قد يكون عنده بعض الحاجات اللي ظهرت عليه في البدايه، بس طبعا رهبه الماتش انك بتلعب الجزائر وفي حضور العدد ده من الجماهير. خد بالك نص اللعيبه دي ما فيش خبره دوليه. بالظبط، ما انا ده اللي بتكلم فيه. وبعدين انت بتلعب ماتش يعني مصر الجزائر، اي لعيب يعني اي لعيب حتى لو كان حتى لو خبره كبيره، ماتش تقيل، ماتش تقيل. بجانب ان منتخب الجزائر نفسه الفرقه اللي كانت موجوده دول منهم لعيبه كتير من القوام الاساسي. بس يعني ما عنديش حاجه تانية اقدر اقولها غير ان احنا فعلا اكتسبنا منتخب صاحب شخصيه قويه لا خوف عليه في المستقبل. تمام، قبل ما اخدك لمصر والاردن وتقرا لنا كده وتشرح لنا منتخب الاردن، يعني منتخب الجزائر احنا عارفينه وحافظينه ومذاكرينه، عشان كمان ده
ممكن يبقى منافس محتمل في 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 كاس العالم وفي امم افريقيا، لكن الاردن شويه بالنسبه للمصريين منتخب مش معروف قوي. بس رانا وتلخص لنا المباراه كده، مصر والجزائر في ارقام. مباراه مصر والجزائر يمكن احنا متفوقين في كل شيء على صعيد الارقام. الاستحواذ كان لمنتخب مصر، وشفنا في اوقات كتير كان منتخب مصر مهيمن على الكوره، سواء قبل احراز منتخب الجزائر للهدف او دي احنا بنتكلم دلوقتي على احصائيات مباراه مصر والجزائر. مصر والجزائر سواء كان قبل هدف التقدم للمنتخب الجزائري، اللي انا في رايي كان هدف بدون اي مقدمات، يعني هدف كره كده طايشه في منطقه الجزاء بالظبط، فما يسالش عليها اي يمكن شويه بس الدفاع ما كانش متمركز كويس في الكره الثابته، ولازم ناخد بالنا من الكره الثابته، قلنا اتكلمنا عليها حتى في مباراه التصفيات ان احنا لازم ناخد بالنا من تمركز. هي الكره اساسا كانت تسديده على المرمى قلشت هي مش عرضيه خالص، هي كان قصده الباك اليمين بتاع الجزائر بالظبط، ولما اتشاطت حتى منه غيرت اتجاهها، خبطت في رجل فتوح. يعني فيها توفيق كبير جدا بالظبط. على صعيد التصويبات احنا متفوقين ب 10 تصويبات مقابل 6 تصويبات للمنتخب الجزائري، الركنيات لصالح المنتخب المصري. ويمكن بقى هنا البطاقات لاول مره الجماهير المصريه كانت متابعه الموضوع الانذارات ومين خد بطاقه، وشفنا احتفالات حتى في الكافيهات او الاماكن العامه، احتفالات مع كل انذار، مع كل انذار اكن في هدف احرز منتخب مصر. فخلينا نتفق ان مباراه زي مباراه منتخب الجزائر هتدي ثقه للعيبه كتيره موجوده في الجيل الحالي اللي بيعتمد عليه كيروش، سواء العناصر اللي ظهرت لاول مره مع المنتخب المصري في البطوله، زي شفنا تالق لعيبه زي مهند لاشين، زي حسين فيصل. انا عاجبني جدا مستوى حسين فيصل، لعيب عنده شخصيه، اللعيب اللي عنده شخصيه بيظهر من المباراه الاولى ليه. فمن المباراه الاولى لحسين فيصل، لا لاعب بياخد بيعدي على واحد على الثاني، واحد ضد واحد بيعدي، بيقدر يعدي، بيقدر يعمل عرضيات، عنده رؤيه كويسه جدا في الملعب، فبيبان اللعيب اللي عنده شخصيه. مهند لاشين كمان لما استعان بيه كارلوس كيروش في المباراه قدر يقدم الاضافه، وفي كره الطرد شفنا شجاعته ان هو قدر يدخل، وعارف كويس ان اللعيب اللي قصاده هيخش بشكل عنيف. كمان في البطوله الشيء المميز ان هو كارلوس كيروش فضل ثابت على تشكيل وخطه 4-3-3، حتى شفنا لما بيعتمد على مصطفى فتحي في المباراه نزله وبدا بيه شويه كده، قعد 5 دقائق يلعب كلاعب ثالث في وسط الملعب، ما نجحش مصطفى فتحي في لعيب ثالث، فحطه وينج وقدر يعتمد على حسين فيصل لحد الشوط الاول ما خلص، لحد ما نزل مهند لاشين ولعب بثلاثي في وسط الملعب معتاد، مهند لاشين، حمدي فتحي، وعمرو السوليه. وبالكلام على عمرو السوليه، انا حابب اشيد بعمرو السوليه في البطوله دي، قدم 3 ماتشات بصراحه افضل ما يكون. ولو اتكلمنا عن الاكثر في المنتخب المصري، فهو اكثر لاعب صنع هجمات للاعيبه المنتخب المصري، اكثر لاعب قدر يقطع التمريرات في لعيبه المنتخب المصري، فهو في رايي هو كان من نجوم البطوله لحد دلوقتي بشكل عام كمان، مش بس. تعالى تعالى ناخد مع نادر ارقام الاكثر بالنسبه لمنتخب مصر، ونشوف كده على مدار، مش بتكلم على ماتش مصر والجزائر، بتكلم على مشاركه في بطولة كاس العرب. تمام. عندنا قفشه وعمرو السوليه اكتر 2 صنعوا فرص، رغم ان احنا لو شفنا قفشه لعب ماتش واحد اما لعبش لعب ماتش لبنان بس، وما لعبش الماتشين التانيين. عمرو السوليه طبعا مش هزيد كلام كتير عن اللي قاله فاروق، واحد من افضل اللعيبه في البطوله ان لم يكن افضلهم بالنسبه لي. احمد فتوح بيقدم بطوله جيده برده، التمريرات الصحيحه من 173 تمريره 86 دقه التمريرات. ايوه يعني هو اكتر عدد تمريرات واكتر صحيح. واعلى معدل دقه التمرير بالنسبه لفتوح. محمد مجدي قفشه زي ما قلنا هو التمريرات البينيه 5، حسين فيصل التصويب على المرمى 6 منهم 4 صح، ده بيؤكد الكلام اللي قاله فاروق ان هو لاعب صاحب شخصيه قويه رغم صغر سنه ورغم قوه البطوله والمنافسين اللي بيواجههم، وتحديدا مثلا ماتش الجزائر امبارح، ولكن اللاعب كان واضح عليه ان هو صاحب شخصيه قويه. حقيقي قفشه برضه لو شفنا هنلاقيه متميز في ارقام، وهو الراجل ما لعبش غير مباراه ونص يمكن، او مباراه كمان اقل من مباراه ونص، فهو قفشه واضح ان هو بالظبط. احمد رفعت 10 عرضيات، اكتر لاعب لعب عرضيات 10 عرضيات. احمد رغم برضه انه ما شاركش غير ماتش السودان. خلينا نتكلم ان احمد رفعت ممكن يفيد جدا لو في المباريات القادمه او مباريات التصفيات او بطوله الامم، لو تواجد مصطفى محمد اللي بيتميز بالراسيات، لو احمد رفعت موجود، لان احنا بنشوف حتى في الدوري المصري هو بصراحه افضل لعيب في الدوري المصري بيقدم عرضيات لروس الحربه بعد ممكن بعد معلول ممكن بعد معلول بعد معلول فهو حتى يعني دايما فكر دلوقتي خلاص، كان الاول وهو صغير احمد رفعت كان بيخش ويعدي واحد على واحد، دلوقتي هو 10 عرضيات في المباراه. انا على فكره متحمس جدا لمشاركه رفعت مع المنتخب، بس ونديت الحقيقه حتى من زمان انه رفعت من الاسماء اللي تستحق انها، وهو الموضوع سهل، احط محمد شريف راس حربه واحمد رفعت في الجناح، ليه دايما بتبدا بمحمد شريف في الوينج وترجع تغيره تاني وتحط راس حربه؟ انا قلت في البدايه الحقيقه انا مبسوط، فمش عايز بس في وسط الانبساط والناس فرحانه بدل منتخب
المنتخب اتكلم في حاجه ممكن حد يفهمها عنها انتقادات. لا لا مش سلبيه، لكن انا كلمت انه يعني لما يعني احنا بنتكلم مع بعض، اصل انا برده لما بنشوف مستنيين تشكيل منتخب مصر ما شفتش حد امبارح لما تم اعلان التشكيل راضي عن التشكيل الراجل هيبتدي بيه المباراه. وفي حاجات بتبقى يعني شديده الوضوح، مش محتاجه يعني مش محتاجه هو يمكن يكون فيها. بيجرب، بس هو جرب مره واثنين وثلاثه خلاص، يعني بقى واضح جدا ان شريف في الحته دي ما خطورته بتقل، يعني 40% من خطورته بتبقى موجوده ان هو جناح يعني. طيب نكمل معاكم الاكتر عشان نروح لمصر والاردن. مصطفى فتحي من 16 مراوغه 9 صحيحه. مصطفى كمان الحقيقه لعيب عنده شخصيه بالظبط، يعني صح. انا بحب اللعيب اللي ما بيخافش، هو التوفيق شويه يعني، بس مش معاه ممكن مش محظوظ شويه، لكن فعلا هو محتاج بس يبقى فعال على الجون اكتر من كده. هو يمكن بيعدي واحد على واحد كويس، عنده المراوغه عاليه جدا ومهاره كبيره، بس هو محتاج ان هو فعاليه على الجون اكتر من كده شويه. صحيح. محمود حمدي الونش 26 استخلاص الكرات، ده رقم كبير وبيؤكد تالق محمود حمدي الونش مع منتخب مصر، وعامل ثنائيه قويه مع احمد حجازي. في نفس الوقت الالتحامات الهوائيه بيفوز ب 18 من 20 التحام، ده حاجه برضو رقم كبير. تمام. ولا جديد على عمرو السولية 20 قطع تمريرات، رغم ان هو لاعب هجومي اكتر البعض يراه كده، ولكن هو بيقدم كل ادوار وسط الملعب الحقيقه مع كده. وقائد كمان جوه الملعب. كان هيجيب جون عالمي، كان هيجيب جون عالمي في المباراه التسديده اللي قالت شويه عن العرض، كان هيبقى جون عالمي بصراحه. طيب نروح لارقام عامه لبطوله كاس العرب فاروق. لو اتكلمنا شامله كل المنتخبات مش بس منتخب مصر، طبعا المنتخب المغربي وعروضه الجيده اللي قدمها، فهو اقوى خط هجوم بتسع اهداف وما دخلش فيه ولا هدف، دفاعه دفاع مميز طبعا بقياده قائد المنتخب المغربي ونجم النادي الاهلي بدر بانون. يمكن هو ما لعبش المباراه الاخيره في دور المجموعات، لكن هو ريح نص الفرقه تقريبا. يعني ماتش السعوديه اللعيبه الاساسيه خمس ست لعيبه من اللعيبه الاساسيه ريحهم عشان عندك ماتش ضرب نار يعني الجزائر في المغرب، ماتش سواء كان مصر او الجزائر فهو بالنسبه له كان عارف ان الخصم هيبقى قوي جدا كده كده لابس، يعني مش قصدي لابس في حيطه، بس يعني اقصد اقول داخل على مباراه كانها نهائي وهو بيتفرج على ماتش مصر والجزائر، حتى المباراه كانت صعبه لاي حد مستني المنتخبين يعني. صحيح. اقوى اضعف خط هجوم كان البحرين والسودان، يمكن مشاركه المنتخب السوداني كانت مشاركه بصراحه مخجله جدا، اداء متراجع، نتائج كبيره عندهم اسبابهم برضو عشان طبعا عندهم الاشقاء يعني اكتر منطقتهم، عندهم ظروف استثنائيه طبعا، ما اعتقدش انه السودان طول عمرها برضو يعني عندها كره كويسه، عندها كره كويسه، ما اعتقدش انه المنتخب اللي ظهر ده يعني يدي انطباع حقيقي عن الكره السودانيه. منتخب البحرين كمان كان مفاجاه، كان لعب مباراه الاولانيه في البطوله مباراه الافتتاح ضد قطر كانت قويه، لكن اضعف خط هجوم اضعف خط دفاع كان المنتخب السوداني طبعا. ومنتخب فلسطين استقبل اهداف كتير، لكن منتخب السودان فلسطين شفنا التشجيع الكبير ليه في البطوله. الاكثر فوز كان منتخب قطر بالعلامه الكامله، هو منتخب المغرب 3 انتصارات. الاكثر خساره كان منتخب السودان في جميع المباريات 3-0. طيب قبل ما انقل معاكم لمباراه مصر والاردن ونتكلم شويه عن المنتخب الاردني، خلينا نسمع ونشوف معاذ سليم، ده كان كابتن المنتخب الاردني قبل كده، تحديدا في الفتره اللي تولى فيها لو تفتكروا كابتن جوهري تدريب المنتخب الاردني، كان بيلعب في الوقت ده وكان كابتن المنتخب وكان مدرب سابق كمان للمنتخب الاردني. خلينا نشوف رسالته لجماهير الكره العربيه عموما والمصريه خاصه بعد طبعا الاعلان عن مواجهه الاردن ومصر في دور الثمانيه في بطوله كاس العرب، ونرجع لحضراتكم. انا اللاعب مؤيد سليم، لاعب المنتخب الوطني الاردني سابقا. بدايه اهنئ جميع المنتخبات العربيه التي تاهلت للدور الثاني بنهائيات كاس العرب. مبروك للمنتخب المصري، مبروك لمنتخبنا الأردني على ما قدموه من مستوى جميل جدا. إن شاء الله يعني ستكون مباراة جميلة جدا بين المنتخبين. ما في شك منتخبنا الأردني بمن حضر بقيادة الكابتن عدنان حمد واللاعبين الموجودين، إن شاء الله سيكون بصمة المنتخب الأردني موجودة بكل المحافل العربية. دائما نتوقع بأن النشامة سيكونون عند المحك، رغم أنه يعني الخصم هو خصم قوي جدا. المنتخب المصري من المنتخبات العربية التي باتت الكل يعول على أنهم يحصلون على كأس العرب. إن شاء الله تكون مباراة جميلة جدا بين المنتخبين، فيها الحب والأخوة والعطاء للجميع. الطموح كبير جدا ما في شك، إن شاء الله سيكون منتخبنا على قدر المستوى والمسؤولية.
منتخبنا زي ما حكينا بمن حضر، رغم الإصابات الموجودة بالفترات السابقة، لكنه استطاع أن يتأهل للدور الثاني. المنتخب المصري من المنتخبات العربية القوية جدا، فيها القوة والأناقة والإثارة والفن بصراحة. الكل عندما شاهدنا مباراة المنتخب المصري مع المنتخب الجزائري كانت مباراة جميلة جدا، كانت مباراة فيها كل شيء في كرة القدم من الجمال والقوة والخطط وجميع الأمور الفنية. أعتقد بأن المنتخب المصري استحق أن يتأهل للدور الثاني. تمنياتنا للجميع إن شاء الله أن تكون مباراة جميلة جدا، فيها الأخوة وفيها المحبة للجميع. ونهاية حديثي، أود أن أتذكر الأيام الجميلة التي كانت من خلال مدربنا الراحل وكبيرنا الراحل الكابتن محمود الجوهري، الذي كانت له بصمة كبيرة جدا للكرة الأردنية من خلال تأهلنا لآسيا وحصولنا على التصنيف العالمي. بعد ما تواصلنا مع طبعا كابتن محمد سماره رئيس البعثه الاردنيه في بطوله كاس العرب، دي كانت كلمه كابتن معيد سليم الكابتن السابق لمنتخب الاردن وكان برضو مدرب سابق لمنتخب الاردن. فكرنا الحقيقه بالجنرال الجوهري، طبعا يعني هو مش بس صاحب بصمه في الكره الاردنيه، انا بعتقد انه واحد من اصحاب او من اهم الناس اللي كانوا اصحاب بصمات الحقيقه في مشوار الكره المصريه على مدار تاريخه كله، كاس عالم ايطاليا، بطوله امم افريقيا، طلع اجيال، طلع اجيال في الاردن من المدربين اللي كلهم بيعترفوا بفضل كابتن الجوهري، كان مدرسه بالنسبه لهم وكان معلم ما كانش بيبخل بخبراته ابدا على الكوادر في الاردن. لحد دلوقتي هم بيعترفوا بفضله، واعتقد ان هو ساب بصمه كبيره في تاريخ المنتخب. طبعا الاردن ايه بقى بالنسبه لنا؟ المنتخب الاردني مش عايزين بس في البدايه ان احنا نجينا خلاص من المنتخب المغربي اللي قوي جدا ووقعنا مع المنتخب الاردني، فيبقى فيه شويه ايه، يبقى فيه شويه كده استهانه بالمباراه. لا، المنتخب الاردني كيرف يعني مش الكيرف يقل شويه بقى. لكن المنتخب الاردني هو منتخب مش بنفس قوه المنتخب المغربي، هو منتخب في متناول المنتخب المصري. لكن نتائجه ايه في البطوله؟ هو كسب السعوديه طبعا، مش شباب السعوديه، شباب السعوديه، خلينا نتكلم ان هو الجيل مش حتى مش الثالث للسعوديه، هو جيل غريب اختاروه للبطوله. فهو كسب السعوديه، حتى كانت مباراه صعبه رغم ان هو السعوديه مستواها قليل، لكن حتى كانت مباراه صعبه. المنتخب الاردني كسب فلسطين، ولو شفنا مباراه فلسطين والاردن كسب 5-1، المباراه زي ما قال نادر ان هي ما بتشرحش ابدا اللي حصل في المباراه. المنتخب الفلسطيني يمكن كان في شويه عشوائيه هجوميه، كان بيهاجم يمكن الفرقه كلها، فكانت المرتدات بتدخل في الشوط الثاني كتير جدا، فده اللي عمل الجاب في الفرق. لكن الشوط الاول قطر والعراق كده بالظبط، شفت يعني قطر والعراق ماتش خسروا في اخر 10 دقائق، وكانوا يعني ساب الاندفاع زياده عن اللزوم في الهجوم كتير قوي. بالظبط، المنتخب المباراه بقى يمكن هي اللي هتكون شبه مباراه منتخب مصر، هي مباراه المنتخب الاردني ضد المنتخب المغربي. النتيجه خسروا بنتيجه كبيره 4-0، وكانت مباراه طبعا في صالح المنتخب المغربي، هيمن عليها من البدايه للنهايه، وكان هو دايما الفريق المستحوذ على الكوره وبادر بشن الهجمات. بيعيب المنتخب الاردني عدم التمركز الدفاعي الجيد، خصوصا في الكور الثابته. شفنا في المنتخب المغربي قدر يسجل هدفين من كره ثابته، منهم هدف بدري بنون من على خط المرمى. عندهم مشاكل كمان في الارتداد، ما عندهمش سرعه في الارتداد. في مجموعه من اللعيبه الاساسيه اتصابت في خلال مباراه المنتخب المغربي وخلال مباراه دور المجموعات، منهم بهاء فيصل المهاجم المنتخب الاردني القوي. فهو منتخب في المتناول المنتخب المصري لو المنتخب ظهر بنفس الشخصيه اللي لعب بيها ضد المنتخب الجزائري. طيب هدي فرصه لنادر نقفل البطوله العربيه بلقاء مصر والاردن، بس اسمح لي مضطر اطلع فاصل طبعا. فاصل ونرجع لحضراتكم نتواصل بقى، نقفل ملف البطوله العربيه ونفتح ملف الشامبيونز ليج مع ضيوفنا. تابعونا بعد الفاصل. ساعات بسيطه وتبدا مواجهه الحسم في بطوله دوري ابطال اوروبا، وهنتابع مع حضراتكم من على ارض اوروبا وتحديدا من المانيا ومن ملعب فولفسبورج. هنتابع اخبار التحضيرات والاستعدادات بين المواجهه طبعا المنتظره بين فولفسبورج الالماني وليل بطل الدوري الفرنسي في مجموعتهم في دوري الابطال. مباراه هتقام كمان يمكن ساعتين او ثلاثه من دلوقتي. محمد الباز محلل الكره العالميه معانا من داخل نادي فولفسبورج، ويكلمنا اكتر عن التحضيرات او الاستعدادات لبدايه اللقاء. محمد مساء الخير واهلا بيك معانا في السادسه. مساء الخير استاذ احمد، مساء الخير لحضرتك ولضيوفك الكرام، اهلا وسهلا. اهلا بيك، كلمني كده على الاخبار والاجواء عندك. انا عارف ان الماتشات في المانيا هتتلعب بدون جمهور، لكن تكلمني اكتر على ماتش او مواجهه اللي هتجمع بين ليل الفرنسي وفولفسبورج الالماني. بالظبط، احنا دلوقتي موجودين في فولفسبورج، هيلعب فعلا امام ليل الفرنساوي بعد تقريبا ساعتين من دلوقتي.
لسه حالا منتهيه مباراه لفولسبورج برضو امام ليل في الشامبيونز ليج للشباب، وللاسف خسر برضو فولسبورج 3-0 من ليل. طبعا المباراه المرتقبه المجموعه طبعا بتاعت فولسبورج مجموعه ناريه لسه ما اتحسمتش لحد دلوقتي. ليل طبعا متصدر المجموعه، ولكن بفوز فولسبورج النهارده واي فوز من فولسبورج النهارده هيتصدر المجموعه ويقدر ان هو يصعد اول او يصعد ثاني مع ليل او المباراتين الاخرتين. النهارده هنا في المانيا زي ما حضرتك قلت بالظبط قللوا عدد المشاهدين، عدد قليل جدا هيحضر اللقاء لفولسبورج النهارده. فولسبورج داخل النهارده اللقاء بعد خسارتين في البوندسليغا في الدوري الالماني، على العكس ليل داخل النهارده اللقاء طبعا معنويه مرتفعه لانه لسه فايز مباراتين ورا بعض في الدوري الفرنساوي الدوري الفرنسي، والنهارده المباراه بالنسبه له يعني مباراه صعبه ايضا لان المجموعه لسه ما اتحسمتش، مجموعه مهمه جدا. النهارده هيحسم مين هيصعد اول مين هيصعد ثاني على الصعيد الاخر. طبعا في مباراه مهمه جدا يعني. طب انا بس محمد اذا سمحت لي اسالك على مباراه الشباب دي، يعني مباراه الشباب اللي جمعت بين شباب ليل وشباب فولسبورج دي حاجه يعني اتفاق بين الفرقتين ولا دي حاجه مرتبطه ببطوله دوري ابطال اوروبا نفسها؟ مرتبطه يعني اي فرقتين بيلعبوا في بطوله دوري الابطال فرق الشباب بتوعهم بيلعبوا بعض او بيواجهوا بعض قبل المباراه. بالظبط هو نفس الجدول نفس المواعيد، ولكن هي مرتبطه بالتشامبيونز ليج للشباب نفس الفكره ايضا تقام في نفس المواعيد. تمام. طيب اخدك بقى واروح للمواجهه المنتظره النهارده اللي هتجمع بين البايرن وبين البارسا، لقاء ثأري من ناحيه زي ما كنت بقول، محاوله طبعا لرد الاعتبار في نفس الوقت اختبار صعب جدا وقوي جدا. البارسا مطالب بالفوز في اليانز ارينا طبعا بقياده تشابي هرنانديز على بايرن ميونخ. تكلمني على اجواء المباراه دي. بالظبط هنا الاجواء طبعا ساخنه، يعني الناس كلها بتقول هل بايرن ميونخ هيتساهل اليوم مع البارسا، ولكن لا يعني ناجلسمان بيستعد باستعداد قوي جدا، مش بس موضوع رد اعتبار من البارسا في التحضيرات الجديده مع تشافي. خلينا نتكلم على بايرن ميونخ. بايرن ميونخ شايف ان هي مباراه مهمه جدا بالنسبه له، الفوز رقم واحد، عايز هو يصعد بالعلامه الكامله زي ما عمل ليفربول واياكس ايضا في مجموعتهم، كل فريق منهم زي ما حضرتك عارف صعد كاول مجموعه وبالعلامه الكامله. دي الميزه اللي بيسعى عليها بايرن ميونخ النهارده. الميزه الثانيه يقال طبعا ان في مبلغ مالي كبير 2.8 يورو فاصل 8 بالظبط للفائز في اي مباراه في الشامبيونز ليج، بالتالي ده مبلغ مهم جدا لبايرن ميونخ. النهارده تحدثت عنه الصحافه الالمانيه وايضا جريده بيلد الالمانيه النهارده اتكلمت على المباراه، هل سيتساهل ناجلسمان، هل سيكون لطيفا مع البارسا؟ ولكن الرد لا، لم يكن لطيفا مع البارسا لانه عايز طبعا يفوز عشان يحصل على المبلغ المالي ويتصدر المجموعه بالعلامه الكامله. عنده غيابات كبيره النهارده، عنده كيميش وجيرتسكا في نص الملعب، دول الارتكاز الاساسي للمنتخب الالماني وبايرن ميونخ غايبين النهارده على اللقاء، جنابري ايضا غايب عن اللقاء، زابستر ايضا نص الملعب غايب عن اللقاء، عنده غيابات كثيره النهارده ناجلسمان. ولكن مع التحديات مع وجود طبعا ليفاندوسكي، شفنا في المباراه الاخيره الكلاسيكو الالماني او الكلاسيكو الالماني بايرن ميونخ امام دورتموند، فاز بايرن ميونخ 3-2، الجماهير حبت تستفز ليفاندوسكي وقعدت تنادي من المدرجات تقول ميسي ميسي، وطبعا احرز هدفين النهارده ايضا. طبعا اصداء البالون دور على ليفاندوسكي وعلى باباري والجماهير كبيره جدا، عايزين يحققوا النهارده فوز كبير جدا. ليفاندوسكي عايز يثبت ان انا استحق ايضا البالون دور، وكما استحقيت لقب افضل مهاجم في العالم عايز يواصل ويحرز اهداف. فالشهيه مفتوحه، مباراه قويه جدا، الفريق البافاري لا يتساهل، ويعني كان الله في العون مع تشافي النهارده في طبعا مباراه صعبه البافاري.
المباراه هي الاصعب بكل المقاييس من اول ما تولى المسؤوليه. بشكرك شكرا جزيلا، سعداء بتواصلك معانا طبعا محلل الكره العالميه محمد باز من المانيا وتحديدا من ملعب فولسبورغ اللي هيستضيف مباراه ليل امام فولسبورغ النهارده في دوري ابطال اوروبا. بشكرك شكرا جزيلا، برجع لضيوفي مره ثانيه. هدخل في تشامبيونز ليج بقى عشان وقتنا. نادر البدايه معاك، طبعا يعني هتتفق معايا انه اهم مباراه النهارده هي مباراه البايرن والبارسا، ازاي بتشوفها وازاي بتشوف فرص البارسا اللي ما عندوش امل غير امل وحيد ان هو يكسب البايرن وهو يعني في اقوى حالاته، فين في الاليان على الاليانز ارينا طبعا معقل البايرن؟ اكيد طبعا دي اقوى مواجهه في مواجهات النهارده والجوله بشكل عام. بايرن ميونخ زي ما تفضل محمد وقال ان عنده غيابات كتير، غيابات في عصب الفريق، كفايه ليفاندوفسكي بس، يعني المهم ليفاندوفسكي يبقى في الملعب النهارده. ليفا موجود، وكان بعد لما ليفاندوفسكي خسر الجائزه توماس مولر طلع تصريح عجيب كعادته، يعني كعادة توماس مولر، قال ان خساره ليفاندوفسكي للجائزه ظالمه وهنرد قدام برشلونه. طب برشلونه ماله بالموضوع؟ يعني انت خسرت من ميسي ملوش علاقه. ايوه، فالموضوع طبعا برشلونه قبل اي بايرن ميونخ قبل اي حاجه مش هي اكيد مش هيكون عايز برشلونه يتأهل. خد بالك الجائزه بتاعت ميسي اتحسبت في جزء منها للبارسا برضه، يعني اكيد عشان يعني شارك مع برشلونه. يعني هو مع اللي فات واخدها برشلونه مش واخدها باريس سان جيرمان. ف بيدري وميسي ولاعيبه السيدات اليكس هم الثلاثه بارسا، ثلاث جوائز بارسا. ف بايرن ميونخ مش هيحب ان برشلونه يكون موجود معاه في الادوار الاقصائيه، طبعا منافس هيتخلص منه. ودي حصلت كتير وشفناها في بطولات كتير في مختلف القارات. بايرن ميونخ شئنا ام ابينا بايرن ميونخ فريق كبير، يعني حتى لو الغيابات دي كلها ومع ذلك هو اقوى من برشلونه النهارده. ايوه برشلونه غياب جنابري في كومن في ليروي ساني بالظبط وفي ليفاندوفسكي على اللاعب الشاب في وسط الملعب مارك روكا وتوليسو لعيبه كتير فعلا تقدر تغطي الغيابات دي. وفي نفس الوقت برشلونه في الفول سكواد نفسه مفيش يعني انا بقى يعني هي برشلونه مفيش، بس فتحه الصدر اللي في التصريحات اللي قبل المباراه دي جايبينها منين؟ يعني تشافي بيقول لازم لا بس هو طيب الذكر مستر موسيماني دايما عنده فلسفه كده اللي هو انا هنايم الخصم عشان اعرف اخد منه اللي انا عايزه، فانت ما تجيش تشافي يخرج تستفز بالظبط تستفز الفريق زي بايرن ميونخ. ما ينفعش تخرج يا تشافي قبل المباراه تقول احنا برشلونه احنا هنروح نهاجم احنا فريق هنلعب على الفوز، ما ينفعش جيرارد بيكي يستفز نجوم بايرن ميونخ ويقول احنا فريق بالظبط. فانت يعني انت بايرن ميونخ هو فريق مش محتاج نقاط المباراه ومش محتاج نقاط المباراه، هو مستفز مع نفسه بالظبط. فما ينفعش ان انت تخرج في التصريحات تستفز بايرن ميونخ، لكن هو زي ما قالوا ان بايرن ميونخ طبعا هيبدا بقوه وما عندوش فكره ان انا متاهل او صاعد، فلا اللعيبه حتى الغايبه هتاخد فرص ان هي تثبت نفسها ان هي تكمل مع ناجزمان بقيه الموسم. شفنا هيلعب مارك روكا وتوليسو في وسط الملعب مكان جرايتسكا وكيميتش المصابين. على فكره توليسو ده لعيب كبير جدا، انا شايف الصوت هي اللي اثرت يعني اللعيبه مش واخد حقه يا جماعه على فكره. كان كده محط سخريه بقاله اسبوع من ساعه ماتش دورتموند، لان هو في كوره في اخر المباراه طلع حارس دورتموند لحد منطقه جزائه فارتدت لتوليسو راح لوحده على الجون شاطها من نص الملعب بدل ما يكمل بالكوره طلعت بره والجون خالي تماما. هيلعب بقى يثبت نفسه عشان الصحافه الالمانيه رد على في مباراه متوقعه النهارده تكون فيها كوره حلوه، يعني مباراه منتظره من وجهه نظركم بس بره البارسا في بايرن؟ اعتقد بنفيكا طبعا، لان بنفيكا هيبقى محتاج الفوز علشان هيبقى مستني هديه من بايرن ميونخ. بنفيكا لازم دينامو. بنفيكا لو تعادل او خسر البارسا يتاهل، حتى لو خسر من بايرن. مدرب دينامو كيفال لبرشلونه لا تقلقوا احنا هنتعامل مع بنفيكا هنأمن لكم الدنيا. الثانيه ناجلسمان رد وقال هبعت رساله للشبونه ان بنفيكا ما يقلقش انا هتعامل مع برشلونه. ففي بقى يعني المجموعه دي لسه معلمه في مجموعه بقى ناريه، مجموعه فولفسبورج وليل وسالزبورج واشبيليه الاربع فرق ممكن يتاهلوا اي نتائج هتحصل هي اللي يعني مواجهات ناريه. مواجهات ناريه الاربع فرق ممكن الماتشات اللي من النوع ده ممكن تبقى اسماء الفرق مش كبيره جدا، لكن تلاقي الكوره اللي فيها لحد الدقيقه 90 ممكن تلاقي هدف الحوافز والدوافع تخلق الحاله او تعمل الحاله في الملعب. طيب نقول للناس كده مين اللي تاهل في المجموعات لغايه دلوقتي في دوري الابطال؟ تمام، لو بدانا بالمجموعه الاولى في المباريات امبارح، مانشستر سيتي تاهل مع باريس سان جيرمان. سيتي وبي اس جي، سيتي اول، بي اس جي تاني، لايبزيج بره، كلوب بروج. يمكن باريس مانشستر سيتي خسر المباراه الاخيره ضد لايبزيج وكانت تاني هزيمه ليه. المجموعه الثانيه ليفربول واتلتيكو مدريد. فرناندينيو كاتب اديتو فورجات على مش عارف على تويتر حاجه كده يعني
المجموعه الثانيه ليفربول اتلتيكو مدريد بورتو ميلان، تاهل ليفربول اول واتلتيكو مدريد ثاني في اخر. صلاح ايه امبارح؟ مش الكوره بتحبه، الكوره بتحبه بصراحه. الهدف الهدف الكوره بتحبه، الكوره سابت ست سبع لعيبه وراح واحد تحت رجله. يعني الكوره بتحبه، وصلاح ما شاء الله يعني من نجوم الموسم حاليا. هينافس على الهداف تشامبيونز ليج من وجهه نظركم السنه طبعا دي؟ طبعا، لان هالر ما توقعش ان هو يكمل المباريات اكتر من كده، اللي هو جايب 10 اهداف. هو اللاعب الوحيد طبعا مهاجم اياكس امستردام، مهاجم اياكس هو الوحيد مع كريستيانو رونالدو. ولد برضه على فكره مهاجم كويس جدا. وفي عندهم البرازيلي انتوني، ده لاعب صاعد، ده هيكسر الدنيا، بيلعب اساسي في ماتش الارجنتين الاخير. لا بس موهبه يعني. انا بشوف انه الولد ده جاي يبقى يهدد عرش نيمار يعني. كان موجود في الاولمبياد، كان لاعب ضد منتخب مصر في الاولمبياد. شفته. طيب نروح نكمل مجموعات. يبقى احنا قلنا المجموعه الثانيه ليفر واتلتيكو مدريد. المجموعه الثالثه اياكس امستردام حسم المجموعه من بدري. غريب الاياكس ده حاله على فكره. اياكس السنه دي عامل، انا لسه كنت بتكلم مع فاروق قبل الهوا، ان انا شايف وبراهن على اياكس لو ما واجهش خصم قوي تقيل في دور ال 16 قد يكون متواجد في سيمي فاينال. هو لسه كان في قبل نهائي، مش النسخه 2019 مش اللي فاتت دي. بس خلينا نقول برضو ان من توتنهام مجموعه اياكس برضو في البطوله اللي فاز بيها ليفر، مجموعه اياكس كانت في المتناول برضو، مش عايزين نضخم قوي. ما كانش معاهم فرق كبيره، حتى بشكتاش اصفار في كل النتائج. بشكتاش بره ست هزائم بنتائج الدوري، تدل على الدوري التركي اللي بيمثل. بس انت برضو سته فوز على فرق مش قليله يعني، سبورتنج لشبونه وبروسيا دورتموند، مش فرق صغيره برضو فاروق. بس يعني مش بحجم مجموعه ليفربول اللي قدر يحقق العلامه الكامله فيها، ده انجاز. ده الانجاز بس بتكسب رايح جاي، اداء جيد وفي طفره طبعا، بس هيبان اكتر في. وخد بالك انه الفرقه دي بالذات اكتر فرقه بيتم تفريغها من نجومها كل سنه، يعني كل سنه يسحب اهم نجوم فيه، فتلاقي ثاني سنه بدلهم دلوقتي المدرب يعني. دلوقتي بيحاولوا على المدرب، مانشستر يونايتد عايز ايريك تين هاج من اياكس. طيب نروح للمجموعه الرابعه، ريال مدريد انتر ميلان قدروا يحسموا التعادل. يمكن بدايتهم كانت صعبه، لكن في الدور الثاني قدروا يكسبوا كل المباريات ويتاهلوا. كانت مواجهه ما بين ريال والانتر على الصداره، حسمها ريال مدريد، كسب 2-0 بهدفين وتاهل متصدر للمجموعه. ماشي. النهارده بقى عندنا بايرن برشلونه بنفيكا، الثلاثه بينافسوا على بطاقتين. عندنا اثنين بينافسوا على بطاقه، بايرن خلاص حسم يعني بايرن وصل، وبنفيكا وبرشلونه بينافسوا على وشبه يعني بنفيكا نقول حسن برضه يعني. الموضوع على برشلونه صعب جدا، مش عارف محدش عارف كل شيء وارد. تلاقي ديني مكيف كده يروح عامل فيه الفرقه بتخسر من ريال بيتيس قبل المباراه بايرن ميونخ، صعب جدا. شايف ان الماتش ده يعني لو حصلت المعجزه وان هم كسبوا بايرن في اليانز وتاهلوا للدور اللي جاي، هتكون طفره لبرشلونه مع الجيل ده يعني. الجيل ده بشكل ثقه كمان في البطوله. اروح للسادسه، مانشستر يونايتد طبعا بلا منافسه في المجموعه. مانشستر يونايتد تشامبيونز ليج غير مانشستر يونايتد طبعا بريمير ليج. ودايما ورانجنيك اعتقد يعني هيعمل نقله للمطلوب منه، اعتقد هيعمل مطلوب. بانت من المباراه الاولى في شكل الضغط وشكل الاداء. اعتقد مانشستر يونايتد في بطوله دوري الابطال هيبقى ليه شأن كبير في الادوار اللي جاي. طيب احنا داخلين على الجد بقى يعني بعد النهارده خلاص، بدايه من اللي جاي داخلين في التصنيف الثاني، صعب جدا، يمكن اصعب من التصنيف الاول. صحيح. طيب مانشستر ضمن معاه فيا ريال، اتلانتا، الاثنين بيتنافسوا على مواجهه على قويه جدا، والاثنين هيلعبوا بعض. وطبعا مباراه ما لهاش لازمه، مانشستر يونايتد مع يانج بويز. يانج بويز المجموعه السابعه زي ما قلنا ان كل دي المجموعه اللي احنا لسه متكلمين عليها. تمام. ليل وريد بول سالزبورج وسيبيا وفولسبورج، الاربعه عندهم فرص للتاهل، والثامنه والاخيره تشيلسي. محسومه تشيلسي ويوفنتوس حسم التاهل، خلاص حسم التاهل، وزينت كمان حسم اعتقد. يعني ماتشات المجموعه دي ما حدش يعدي عليها، ما تقلبش اساسا. هو خلاص البايرن ما اعتقدش حد هيقلب ويجيب اي مباراه ثانيه. صحيح. مين من دور المجموعات بانت الفرق اللي عندها قدره انها تحقق اللقب او هتنافس على اللقب؟ يعني بتقول انا جايه هنا ادور على لقب دوري ابطال. انا شايف بايرن ميونخ رقم واحد، فريق المرشح ثلاثه بس بالنسبه لي. انا ما عنديش مشكله ان عشان ده تسجيل للتاريخ. تمام. انا راهن على بايرن ميونخ. لسه كنا بنتكلم انا وفاروق وراه وقلت له كده. باريس سان جيرمان بي اس جي، رغم الـ 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 التساؤلات الكتير حول بوتشيتينو والفرق فشنك صدقني، بس برضه في الاول وفي الاخر يعني لو عندهم اللعيبه اللي تقدر توصل بيهم لحد اصل البطوله دي شخصيه فريق يعني. ممكن يبقى نجوم وكل حاجه،
بس خد بالك كمان كثره النجوم دي ممكن تبقى عامله مشاكل وتوتر في جالاكتيوس ريال مدريد ده عبره يعني. بالظبط كده. البطوله دي محتاجه لعيب زي كريستيانو رونالدو كده الفرقه بتاعته هي اللي ممكن نرشحها. طيب يعني مانشستر يونايتد بطل اوروبا السنه دي. جايز كل شيء وارد. بتحط الثالث مان يونايتد؟ لا هو مش بحط انا احط ثالث مين معاهم يا ندى؟ انا شايف ليفربول. ليفربول ليفربول يوفي بعيد ها؟ يوفي انا مشجع يوفنتيني بشكل عام بس يوفي بعيد السكواد اللي مع يوفنتوس ما يؤهلوش ان هو يوصل للادوار بعيده في تشامبيونز ليج وده شفناه في الدوري الايطالي وشفناه كمان في ماتش تشيلسي اللي حصل في ستانفورد بريدج والخساره الكارثيه للفريق الربعيه. طيب فاروق. انا ارشح مانشستر سيتي في السنه دي للبطوله على الاقل هيذهب بعيد ممكن مع البايرن ميونخ ومانشستر يونايتد حسب التطور اللي عمله رالف بس اعتقد كمان المواجهات القرعه هي اللي هتحدد بشكل كبير جدا شكل البطوله هي القرعه دي اللي بتظلم بصراحه لان الدور التصنيف الثاني في باريس سان جيرمان في انتر ميلان في اتلتيكو مدريد في فرق قويه جدا فهيبقى في مواجهات ناريه. انت قلت سيتي قلت وولت بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد ممكن يعني يعمل مفاجاه زي ما تشيلسي عمل مفاجاه السنه دي. في حاجه كمان اضيفها على كلام فاروق وان بجانب القرعه حاله الفريق في فبراير هتبقى عامله زي احنا بنتكلم ان القرعه هتبقى اخر الشهر ده. حاله الفرق بقى اللي هي يعني مثلا سي حصلت مواجهه ما بين مانشستر سيتي ويوفنتوس ففي شهر 2 ساعتها الفرقه تبقى عامله ازاي كل فريق فيهم قصه ثانيه بقى احنا بنتكلم بعد ميركاتو يناير بعد لو حصل اصابات وده حصل في ماتشات السنه اللي فاتت زي مثلا بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان اصابه ليفاندوفسكي كانت سبب اساسي من خروج بايرن ميونخ يعني المرحله اللي قفلنا بيها دور المجموعات ملهاش علاقه تماما بالظبط تشيلسي البطل السنه اللي فاتت في دور ال 16 تشيلسي البطل السنه اللي فاتت يمكن لو اتفرجنا على مباريات دور المجموعات لتشيلسي مع فرانك لامبرت كانت مباراه يعني مش فريق بطل خالص جيف توماس توخيل عمل نقله للفريق في شهر 2 وشهر 3 بقى فريق ثاني قوي سريعا جدا اخذ رايكم عندكم اي جديد فيما يتعلق بملف تجديد محمد صلاح مع ليفربول يمكن يورجن كلوب اتكلم على التجديد في تصريحاته قبل المباراه ميلان من فتره طويله ما اتكلمش على تجديد محمد صلاح وقال ان الموضوع احنا مش مستعجلين عليه والتجديد ممكن هيجي لكن حاليا دلوقتي في تركيز على المباريات سواء من صلاح او سواء من جانب ليفربول فليفربول هو حب يورجن كلوب يوصل رساله ان احنا مهتمين لسه بشان محمد صلاح وهنقدم له العرض اللي هو المنتظر من محمد صلاح وحتى محمد صلاح نفسه عايز برده الجانب الرياضي مش الجانب المادي بس عايز الجانب الرياضي من ليفربول ان هو يبقى مطمن ان في مشروع رياضي قوي لليفربول قادم احنا وصلنا للمرحله دي كمان طبعا طبعا صلاح يقعد يحط رجل على رجله الانديه كلها محتاجاه ده شيء سعيد بتقول ان كان مايكل ادواردز بعد ما يمشي ان في لعيبه كبيره هتجتمع مع يورجن كلوب والاداره على تعيين المدير الرياضي الجديد ومنهم محمد صلاح انك انت كنت تحلم اساسا انك انت تشوف لعيب مصري بيلعب في ليفربول ده حلم لسه ما زال حلم كبير بالنسبه لنا يعني نفسنا نشوف اربع خمس لعيبه بيلعبوا في السيتي وبيلعبوا في تشيلسي ومان يونايتد لكن انك انت تشوف نجم مصري بتتحايل عليه اداره الليفر وهو بيحط رجل على رجل وبيقول انا ليا رؤيه وليا ده شيء يسعدنا طبعا خلينا نطرح تساؤل كده بمناسبه مايكل ادوارد في نهايه الحلقه هل مايكل ادوارد هو المدير الرياضي لليفربول طبعا ومن المديرين الرياضيين الناجحين جدا هل هو دلوقتي الاشاعات رايحه ان هو هيمسك نيوكاسل مشروع نيوكاسل الجديد هل لما يروح نيوكاسل هيقدر ياخد معاه محمد صلاح ويقدم له عرض خيالي على حسب الصحف الانجليزيه هيقول عرض ما حصلش قبل كده بس بيتهيألي الفلوس مش قصه صلاح بس يعني مع الفلوس في حاجات تانية كتير طبعًا. جدا لازم تتوفر له لان ما اعتقدش ان طموحه بقى مادي دلوقتي يعني الماده موجوده ومهمه لكن مش ما اعتقدش ان بيتهيألي يعني مش محمد صلاح اكيد تتفق ولا تختلف في النادي نفسه مش طموح محمد صلاح مش يلعب لنيوكاسل وما اعتقدش ان هو يخرج من انجلترا يعني انا اعتقد صلاح مستمر مع ليفربول وتجديد العقد مساله وقت. اسعدتونا وشرفتونا نادر شبانه وفاروق عصام بشكركم شكرا جزيلا وان شاء الله نتقابل على كل خير نستمتع دايما بيكم وبتغطيه الكره العالميه والموسم بيتقدم الدنيا بتسخن والكره بتحلو وان شاء الله باذن الله نتقابل في حلقات جايه وكل التوفيق طبعا قبل ما اختم لمنتخبنا الوطني يوم السبت اللي جاي مباراه الساعه 5 بتوقيت القاهره كل التوفيق لابطال مصر قدام الاردن ان شاء الله ونكمل باذن الله اهم حاجه على نفس المستوى وبنفس الثبات وبنفس الروح اعتقد المنتخب بعد نهايه البطوله بصرف النظر والله عن اللقب هيبقى في حته تانية خالص بشكر حضراتكم على المتابعه نتقابل على كل خير على شاشه الاهلي في السادسه دايما تحياتي لحضراتكم.